420 شخصا، منهم أكثر من 30 طفلا، متوجهين إلى مناطق الذهب بشمال البلاد بطريقة غير شرعية. تم القبض عليهم من قبل قوات الدفاع والأمن المشتركة. توجه والي ولاية بركو الفريق حسن صالح القدم الجنيدي لزيارتهم في هذا المكان الذي وضعوا فيه بعد القبض عليهم، نسبة لمخالفتهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتوجه إلى أماكن الذهب. القبض على هؤلاء الأشخاص جاء بفضل نتائج الدوريات العادية المشتركة لقوات الدفاع والأمن بين ولايتي تبستي وبركو. مسؤول منطقة الدفاع رقم 13 تحدث عن هذه العملية. نادم هنا وده بكان سيالادا بأثير هنا وده بمويا هنا وبس بكان التشال سيالادا ودي يهوتا اسكر هنا اسكر ماو سواكي ودي يهوتا روم وانتو كله آخر مهيد ما آخر دزر هنا ده هل ما في دير ما في سوق ما في ماشين وين ورا هنا ده هل جاي سوق جاي اي منطقة مشيت كلها تساو. هذه العملية المشتركة التي جاءت بالقبض على هؤلاء الأشخاص بهذا العدد الكبير لقد تركت انطباعات شد إيجابية لدى حاكم ولاية بركو. أول حاجة كمواطنين شاديين يجب مثل هؤلاء الناس أهلهم يحافظوا عليهم يتعلموا، لكن بكونا نركبوا وماشيين الذهب وماشيين وين يعني أي ذهب ماشي فوقه وبيجيبوا شنو والكلام ده أنتوا تعلموا تماما أن الدولة مانع أي يعني تسيب ده يعتبر تسيب. يبقى إذن على أولياء الأطفال من أبنائهم من التوجه إلى أماكن الذهب الصحراوية المحفوفة بالمخاطر نسبة للظروف الصحراوية القاسية.